السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة رضا حاتم. لأول مرة تشوفنا قناتنا بتتكلم عن المشاريع المربحة، اشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. اضغط لايك لو عجبك الفيديو، اكتب لها تعليق لو عندك أي استفسار عن مشروع النهاردة، اعمل شير للفيديو لعل وعسى حد يستفيد من فيديو النهاردة. فيديو النهاردة يا جماعة من ضمن المشاريع الكبيرة، مشروع للناس اللي معاها رأس مال كبير وعايزة تستثمره في مشروع كبير يجيب ما شاء الله أرباح عالية. مشروع النهاردة عن مصنع كامل. مصنع النهاردة بيعمل ايه؟ مصنع لإنتاج وتعبئة وتغليف الأيس كريم والكونو. طبعا منتج الأيس كريم والكونو منتج ما شاء الله بيبقى أرباحه كبيرة جدا، والناس اللي شغالين في المشروع ده قليل جدا، يعني حوالي 5 أو 6 اللي شغالين في المشروع ده على بعضه في مصر. ما شاء الله المصانع قليله جدا اللي شغاله في المنتج ده، مع ان المنتج ارباحه عاليه ما شاء الله، بس المشكله فيه ان راس مال المشروع عالي شويه. هنتكلم في النهارده، هنتكلم عن فكره عن المشروع، وهنتكلم في الادوات اللي انت هتحتاجها عشان تبدا المشروع، وراس مال المشروع اللي انت هتحتاجه، واماكن بيع الماكينات، واخر حاجه هنتكلم فيها تسويق المشروع. اول حاجه فكره عن المشروع. المشروع عباره ان انت بتجيب 5 ماكينات. الماكينات دي بتبدا تصنع لك الايس كريم، وبتبدا تعمله تعبئه وتغليف، وبتبيعه عادي وبتوزعه على المحلات السوبر ماركت او الهايبر. تمام، دي فكره المشروع. تمام، نيجي بقى للادوات اللي انا هحتاجها عشان ابدا المصنع بتاعي. اول حاجه المساحه اللي انت هتشتغل عليها. المساحه لازم أن تكون 150 متر، ما تقلش عن 150 متر. الكلام اللي انا بقوله لك في الفيديو ده مش جايبه من دماغي، الكلام ده جايبه من ناس فاتحه المشروع ده. فالمساحه اللي انت هتحتاجها اقل مساحه 150 متر، يعني لو 200 متر هتبقى كويس جدا وبتدي لنفسك مساحه اكتر. بعد كده هحتاج ايه؟ هحتاج الترخيص المطلوبه للمشروع، اللي هي ايه؟ السجل التجاري والبطاقه الضريبيه وترخيص صحي بالمنتج اللي انت هتبدا تنتجه. تمام، بعد كده هحتاج ايه؟ هحتاج الماكينات اللي انا هبدا اشتغلها، او الماكينات اللي انا هشغلها في المصنع بتاعي. الماكينات اللي انت هتشغلها في المصنع بتاعك 5 ماكينات. هنتكلم في كل ماكينه بتعمل ايه بالظبط. اول ماكينه معانا يا جماعه اسمها خط انتاج التحضير الايس كريم. الماكينه دي عباره عن 4 ماكينات مع بعض، تبدا تحضر لك الايس كريم، وبتبدا تحول لك من لبن لايس كريم. تمام، بعد كده الماكينه الثانيه معانا اللي هي ماكينه تبريد وضخ الايس كريم. طبعا بعد ما الايس كريم بيتحضر، في ماكينه متصله بخط التحضير بتاخد الايس كريم وبتبدا تعمل لك له عمليه تبريد، وعشان الايس كريم يبقى متكون مع بعضه او يتماسك مع بعضه. بعد كده بتضخ الايس كريم دي في مواسير، بتضخها للماكينه الثالثه الا وهي ماكينه تعبئه وتغليف الايس كريم. طبعا ماكينه تعبئه وتغليف الايس كريم ديت متصله بها ماكينتين، الماكينه الاولانيه اللي هي ماكينه الفواكه والمكسرات. طبعا ماكينه الفواكه والمكسرات ديت الماكينه ديت فيها خاصيه اللي هي بتكسر المكسرات. يعني ايه؟ لان انت مثلا لو عندك سوداني مثلا هتحطه على الايس كريم، الماكينه بتكسر السوداني وبعد كده بتحطه لك على الايس كريم. تمام، والماكينه الثالثه، الماكينه الخامسه اللي متصله بماكينه التعبئه والتغليف دي ماكينه الصوص. طبعا بتلاقي عندك في ايس كريم نازل بيبقى فيه صوص على بعضه، فده ماكينه الصوص وماكينه الايس كريم والفواكه. طبعا عارفين انتوا طبعا منتج الكونو بيبقى متكون من الشوكولاته اللي هو الصوص يعني، والمكسرات والايس كريم. فالماكينات دي كلها، ال5 ماكينات دول عباره عن دايره بتكمل بعضيها. تمام، طبعا ما ينفعش تشتري واحده وتسيب الباقي، لازم تشتري الخمسه مع بعض. تمام، عشان المنتج اللي انت هتصنعه بيستخدم في الحاجات دي كلها. تمام، بعد كده بعد ما اشتريت الماكينات دي اجيبها منين الاول؟ تجيبها من الاستاذ محمود، الباشمهندس محمود اللي انا كلمته، راجل محترم جدا. طب الماكينات دي اسعارها ايه؟ اسعارها 1,200,000. الماكينات دي لازم توصي عليها قبل ما تشتريها ب3 شهور عشان بتبتدي تصنع لك الماكينات دي. الماكينات دي مصنوعه من الاستانلس. طبعا انا قلت في الاول ان المشروع ده من ضمن المشاريع الكبيره، فتكلفته كبيره، بس ما شاء الله الارباح عاليه جدا عشان ما فيش الا 5 أو 6 اللي شغالين في مصر في المشروع ده. بعد كده هحتاج ايه؟ هحتاج المواد الخام اللي هي اللبن او البسكويت اللي انت تبدا تعبي فيه المنتج. طبعا البسكويت ده اللي انت تعبي فيه المنتج الكونو، البسكويت ده بتجيبه منين؟ بتجيبه من شركات ومصانع بتصنع البسكويت ده. تمام، عشان انت هتحتاج كميات كبيره عشان انت هتوزع على مصر كلها،
تمام، فانت هتحتاج هتوزع على جميع المحافظات يعني، فانت هتحتاج كميات كبيره. بعد كده هتحتاج ايه؟ هتحتاج المواد اللي انت تبدا تعبي فيها المنتج، اللي هي العلب البلاستيك ومطبوع عليها اسم المصنع بتاعك. العلب البلاستيك دي بتجيبها منين؟ بتجيبها من مصنع البلاستيك. تاني حاجه بتجيب ايه؟ بتجيب اللي هو الورق اللي انت اللي هو الكراتيس اللي انت تعبي فيها منتج الكون. الورق ده بتجيبه منين؟ بتجيبه من مصنع الورق. تمام، طبعا رقم الاستاذ محمود قدامكم على الشاشه دلوقتي، للي حابب اللي يستفسر عن المشروع او حابب يسال في اي حاجه يساله، ما شاء الله هو راجل محترم جدا وبيجاوب على اي حاجه. تمام، بعد كده هحتاج ايه؟ هتحتاج ايه؟ هتحتاج احنا قلنا الماكينات وقلنا الاوراق وقلنا كل حاجه. هتحتاج بعد كده التسويق، اللي انت المنتج اللي انت هتصنعه. طبعا في كراتين بتعبي فيها المنتج بعد ما تصنعه ان شاء الله. بعد كده حته التسويق، تسويق المشروع عندك طريقتين. الطريقه الاولانيه انت بتوزع على محلات السوبر ماركت ومحلات ومحلات السوبر ماركت الصغيره والكبيره والهايبر ماركت. طبعا انت مش هتلاحق ما شاء الله على المحلات دي على المحلات دي كلها، عشان بتاخد منك كميات كبيره جدا. انا قلت لك المنتج ده قليل جدا اللي شغال فيه، فانت لما تنزل في السعر شويه ما شاء الله العمليه هتبقى كبيره معاك والارباح هتبقى عاليه معاك. تمام، ده اللي عايز يشتغل في المشروع ده بجد. بعد كده طرق التسويق دي بتبقى ازاي؟ تبقى عباره عن عربيات، العربيات ديت بتبقى عربيات صندوق بيتحط فيها المنتجات بتاعتك ديت، عربيات صندوق اللي هي عامله زي الثلاجه بتحط فيها المنتجات بتاعتك دي عشان تبتدي توزع، عشان المنتج بتاعك ما يسحش وهو بيتوزع على المحلات، في المحلات او السوبر ماركت او الهايبر. تمام، ده كان فكره عن المشروع كلها كامله عن المشروع، مش دراسه جدوى عشان الناس اللي بتتكلم كتير. حبيت ان انا افيدكم بيها. اشوفكم في فيديو تاني ومشروع مربح جديد على قناه رضا حاتم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.